بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد وحن ما تسكوا من وقحد لنا أرنت هذا الهين تيد حوق وقتها غي هاي دلكا كوسا بسن بقعد استراتيجيكا إلى هاي وقود قي شعبيكا هي قرن كسومالي لان كوتا لقيسكا أفريكا قارحان قبل كساحل قيق السومالي لان وأهم قالة بربرا بربرا وإيش كلية أي سومالي لان لقالها كفانتو وإيش كلية دخلية كل بحو كمادة مربطة لضحة يسحوتية وإيش كلية تا سومالي لان وحوغسو ديغان وحنا أي كلو فيسو وحي اللو فيسا سومالي لان وحولها يو قناعسي يدو قارك أولا دحي وحوغي إمادة دوني دينا وبا يعمش تركي كلا قدسان أفقران با بعضي أشخاص با كتغرف شيء مسؤوليتي يا مامولكي يا مدحت النمذي قرنك وحي مرن هبابيين معنيه ميزان كي منطقة جيسك أي كل حيد مرسدة بربرة وحي جلان وح أي كل شيء جان هشيس لكن أن شرعيا هشيس حيد وحي بهدلين قيمه وقرنك لها قال هند كداس حسب جوداني حرية ضم بسبب موقف هذاك بوكيس تاجي ما تحدي سين مسؤولين تيسا وحي شاجن ما الجرين تدل خل قصة معنا يعني إن معنى حسب يهان قصة معنا صو وأنا أركت ده من قبله ونسوله وين مركز ده من الديني لكن وضد الله مريه يوصيل هذا الله مريه هو مركز قرنك يقايد اللي دوني اللي جو ما تحي تيل الربي صح راحي دلك وح كتير شرعي وحن شرعي جدا لك موافق سيه أنا جوا حنكو أذقنا هاي أنجل كشرعية وحن دون إن إن هنتدى أمضا أين السف ضد عنتو ذو جب حين أو دناش الشيء يا جعمش الشيء أين قلين أو ما ملك هذا يوم مالية ده بقى موادين تسومالي لأن أي لحدان ملك جيس لكن وح عادات هاي إن دحل وريتين هنتدى أمضا سومالي لأن كده حيصير لقصة ما نيو أي وضعن أشخاص كم عاشتي دناش الشيء إن هذا وان مر لبعد كعلين النهاية موافق سنة شروع ضد ذلك أطلع وحال وش جين وهشيسي هاي نحمري شركة دا ليبي ولا ليه هاي يو أشخاص جارة وما قاعد سومال الآن هو سيبان موافق سنين برتن دون نينا أمد أباهنا أما إعلامنا أما أمد سومال لنا يوقعتها وبرتن إن مركل ليه هاي قرن قرن كصدق قيود بككومي إنترناشنال لوجو حلقة يا حيرك عالمي جاي مرك قرن لشيء جيو صدق شردوان لحلا كو وإنه لحلا لبا وإن شعب لحلا صدق وإن حكومة لحلا صدق داسو قرن قرن كل نقطة قرن مده إنه هو كامل يالات وحدوده إنه هو سوقيهين حكومة بقى تشرتا aan dul aanu leenahay macaymo ba jira aan shacab qiimo la ba jira xuduuda iyo maamulka dalka cida ka wakiilka waa xukuumadda talada dalka haysa qodobka 37aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa waaxaha qaranku inay saddex yihiin waaxaha qaranku waa saddex waa xukuumadda iyo garsoorka iyo baarlamaanka صدح دون الشقوين كلا قبطان دستور كاقيحي حكومة دو أفلنتا وإلى لنتا حسانة دي يو 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 هايبادة قرنك يو سوقود حدودها أمنية عافمات وحاصلن أي كشقيسة كرسور كنا وحو إلى ليا أمدا وحونا كإلى ليا الدلمية يتعدية وندير كالدلمية كقلان مواطنينتو ويسوقنا صفة قاربو لي وعدالتي برتانوس على واحد ويان بارلمانك بارلمانك هو وكيله عندك وكيلين وقوما بارلمانك الصومالي لان عندك وكيلين صدق قضب كتدبي صدنات الدستور كشيء وشعب وينها الصومالي لان اللي حد قبل كسران كواسي دنهوجا إلى عليان كواسي أفكود كوهلان كواسي مسالح ذو إلى عليان
قدرك الصدق هي كونتنات في القدي صلا بعد الدستور واحد نجاي ساعة هشيس كسته وعالمية يكون محل يو حكومة ده حد بطل هذا قرن كهيسا جلسوا وإن لهرجيا بارلمان كا وإن بارلمان كو أنصحيا هشيس ده علاس كمالية ده يا معمول كان صنايع وكان دي بيوال وكمدي علاس مالية ده بوكا إلا ما أنت اللي جوه رجيه ده كده بربرة إلا هذا وح منفع شعب كوا يكون قبل ما تشرتوا العقد هذا قد دولار ربع إلا بحال سعر برر كأمدو كعبنا سعيد سبب توايد أمدي نقاله كوكا للسعودي وحي صواب بحاء يجدب لوجو علينا يي إمام الكوكل بده كده تشوجا أو قيبين يين يدن واحد مات وهمتدي سومال لان أردن يضا دولارا أي كل على قسم ذهب بنجي هذا محاتة إمارات كواس بارلمان كوكيل هذا كشعب كسومال لان وحي إيجي يندنها الشعب danaha qaranka iyo amniga iyo caafimaadka iyo nidaamka xukuumadda wax xilsaar cadaaladana garsoorka wax xilsaar cidda wakiil ka yihiin baarlamaanka waa shacabka wixii la sheegay la leeyahay waa sharci nuqul oraalo af Soomaaliya baarlamaanka la keen sharci marka heshiis ama sulhi laga hadlayo shuruud baa loo eegaa sharciyan waa inay jiraan darafyada wax ku heshiinaya marka koowaad ما ترك ما سبتش قال لجوه شيء يعني وين ماشي يعني وإن مراجي مرخاتي الجيران وإن صحيح يقلن قدعة أنت أوحي كه الرئيس إنه قل الله أما درافة مو حصل لي هذا من مرة ما فندرستان وح كأنه عصبة أي لغة شرع لغة تلمع لكن مرك اللقى هذا يا شرعي وإن درف يدي وحكو هشيني أي صحيحان وحي اللقو هشيني أنا ماشي كو عدادا عدي مرقي مرخاتيقا هيدنا أي أوقاتا وصحيحا يكو يالتا مرقي يا مرخاتيقا شعب كنوا بارلمك عدي هشيني سي وسومان الان يدي بيوا هشيس كي فاينل نوعي هاي سدوس عني مدن الله محاي وحكا لو يدنا يسويدين لي سومان الان محاي ستو ان وا ديجور استيت ما ها انترناشنال لوغا marka laga hadlayo dawlad dunidu ictiraafsan tahay ma tagrifal hadu maanta ka dhaco hantida Soomaaliland ay leedahay xagee DBO laga dacwoonaya ma maxkamada Hargeysa laga dacwoonaya ma maxkamada Imaaraadka laga dacwoonaya maxkamad caalamiyo la tagi karaa ma jirta Soomaaliland la ictiraafsay ya badbaadire legal protection ya siinaya wa su'aalaha jawaabtu baahna weelanka aan lahayn tiina maasha kuma cada baarlamaanka lama hor keenin wali aan kan laba iyo siddeed ku xublooda Soomaaliland wakiilka ka ahaa afkooda shacabka ku hadlay ma oga ashkhaas ba iska wadata darafiye kala soo galay durtaba mahmal wax weyn mushaakil kala muuqda waxaba laga cabsi qabaaba hantida ummadu leedahay in cid kale la wareegto platformka xisaabta mucaaradka haysata waxa weeyaan toosinta iyo tilmaamida hadba xukuumadda talada dalka haysta madaxweynaha hadda talada dalka ayaa wuxuu ku ololayaa sharciga sareeyna ummadda ilaahay cidii aqli la ahlu xal wal aqdi gaar ah way ka soo wadaartay culimiyi caamaba wax la leeyahay waxan wax ma anfacaya ma tutub baan lagu wada aqlan wa shar'an lan naqbalaha wala nasma'aha wah la aqbali karayo ma wax la yeeli kareena ma 2004 heerka maalgashiga caalamiga ah ayaa baarlamaanku ansixiyay dalku u yaala marku dalku galayo heshiis caalamiga waa inay jiraan wakiilo xukuumadda marka ka socda chamber of commerce giba jira oo gudiga qadarasada qaranka jira agaasimihi maaliyadda maalgashiga jira een team committee noocaas la saara kuwiina lama ogeysiin hadana waxa la yiri Soomaaliland investment law baan Soomaan war aqliga ummada lagu ciyaaraya waxaan waa istiiza iyo dheeldheeq qaranka nasan ku socomaayo waxaan ugu baaqnaa cid kasto Soomaaliland daneenaysa waxaan ugu baaqnaa shacabkeeda waxaan ugu baaqnaa xukuumadda talada dalka haysa in laga fiirsado aan lagu degdegin heshiiska in laga noqdo in legitimacy-giisa iyo xalaalintiisa goolayaasha sharci aanu sameysanay la mariyo in niqaash iyo dood iyo falanqayn laga galo
waxaanu ka cabsi qabnaa cawaaqib xumo ka iman doonta wareejinta hantida ummaddu ay leedahay ee sifada sharciga lagu wareejinay. Waxaan ugu baaqaynaa golaha sharci dejinta, gaar ahaan guddiga maalgashiga ee golaha baarlamaanka, inay hawshan cod dheer iyo cod gaabanba ugu dhawaaqaan joojinteeda. Waxaan ugu baaqaynaa cidda danaha khaaska ku wadata in maatada Soomaaliland iyo mustaqbalka muruqa iyo xoogu dalkani leeyahay aan ka fikireen, ee nolol maalmeedkooda iyo masaariiftooda maalmeed ka fikiraya, inay ilaahooda uga boqaan mas-uuliyadda ay ummadda u hayaan. waxaan leenahay waxaan wax sharciga ku salaysan maaha, wax maxaatay ummaddu aqbalaysa maaha. Maalgashi iyo horumar Soomaaliland annaga u tafacaydan, annagoo wadaniya diyaar u ah, laakiin sharciyan wax waafaqsan sharciga dalka maaha. ugu dambeyntii, waxaan leenahay dadka ehelu xalli walaaqdiga ah ee Soomaaliland jecel, culimada iyo ganacsatada iyo aqoonyahanka, dalka in la wareejinayo oo cid kale lagu wareejinayo oo micnihii Soomaaliland iyo muwaadinnimadii meesha laga saarayo oo maamulka jooga iyo kii ka horreeyaba ay ku wada socdaan baa muuqata. La eegan kari maayose wuxuu socdaa ummadda u kaca, dalka u kaca, dalka badbaado inooga baahan yahay, hantidaasi inagama go-ayso, shisheeyaana berirka maalin la wareegi doona, fartaana dhexda laga qadiini doona. waa taa iminka sii muuqata aynu sii arkan. ninka ugu dheer baa dadka ugu ayaa daran baa lihi. waxa iyaduna xusid mudan oo hambalyo mudan madaxweynaha dowladda Jabuuti, mudane Ismaaciil Cumar Geelle, siduu ugu daneeyay shacabkiisa, uu u fahmay makriga iyo shirqoolka dhagaraysan ee DP World ay wado, wax manfaca inaanay hayn oo mashaakil iyo mahlakooyin ay sababaysay uu dalkiisa uga soo saaray. waxaan u baahannahay hogaamiyahaas oo kale oo dareenka qadiyadda qarankiisa qalbigu ay ugu jirto oo ilaalinaya masaalixda iyo masiirka ummaddiisa ee aan manfaciyo dhadhan maalmeed aan eegin. aada buu madaxweynahaasina u mahadsan yahay, madaxa Soomaaliland taasoo kale looga baahay inay fahmaan shirqoolada iyo dhagaraha dhagaraysana DPW. ugu dambeyntii, waxaan ku goobaabinaynaa xukuumadda mar labaad iyo mar saddexaadba in laga fiirsado heshiiska. heshiis ka ahaa in laga fiirsado heshiis maaha, oo in sharciga la waafajiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.